لطالما عرفه العالم طباخا للقيصر، ومنذ أن اندلعت الحرب حتى بدا نجمه في الظهور كقائد لمجموعة فاغنر القتالية، حتى حير الكثيرين حول العالم. فمن هو يفغيني بريغوزين؟ وما هي علاقته بالقيصر الروسي؟ كم يبلغ من العمر بريغوزين؟ وما سبب ضيوع صيته عالميا؟ وهل تأثرت مجموعة فاغنر بالقرار الأمريكي بتصنيفها مجموعة إجرامية؟ وما مدى نشاطه في الأراضي الأوكرانية؟ بريغوزين، من العالم الإجرامي إلى عالم السلطة والمال. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ذاع صيته حتى بلغ شهرة أكثر من القادة العسكريين الروس أنفسهم المقاتلين في ساحة القتال في أوكرانيا، حتى دأب الكثيرون للبحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمه محركات البحث العالمية. فمن هو يفغيني بريغوزين؟ وما هي أهم تحركاته؟ وهل حقا كان طباخا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ وما علاقته بمجموعة فاغنر؟ تساؤلات كثيرة سنحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة، لذا تابعونا للنهاية. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوزين ولد في الأول من يونيو عام 1961 في لينينغراد بروسيا. هو رجل أعمال روسي وله علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد أطلق على بريغوزين اسم طباخ بوتين في مقال لأسوشيتد بريس بسبب المطاعم وشركات المأكولات التي استضافت الرئيس فلاديمير بوتين مع شخصيات أجنبية رفيعة المستوى. يسيطر بريغوزين على شبكة من الشركات بما في ذلك ثلاثة متهمة بالتدخل في انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة. كما اتهم بريغوزين أيضا بمحاولة التأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2018. ويواجه بريغوزين وشركاته وشركاؤه عقوبات اقتصادية واتهامات جنائية في الولايات المتحدة، كما جاء في تحقيق أجراه موقع بلينج كات وذا إنسايدر ودير شبيغل أن عملية بريغوزين مدمجة بشكل كبير ومحكم مع وزارة الدفاع الروسية وأذرعها الاستخباراتية كمديرية الاستخبارات الروسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. حياته قبل دخول عالم المال والسلطة. ولد بريغوزين في لينينغراد سان بطرسبرغ الآن. تخرج من مدرسة داخلية لألعاب القوى في عام 1977. شارك في التزلج الريفي على الثلج. كان والده وزوج أمه من أصل روسي يهودي، في حين أن والدته من أصل روسي عرقي. وفي 29 من نوفمبر 1979 حكم على بريغوزين بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمات السرقة في لينينغراد. في عام 1981 حكم عليه بالسجن 12 سنة بتهمات السرقة والاحتيال وتوريط المراهقين في الجريمة. وفي نقطة تحول في حياته أمضى بريغوزين في نهاية المطاف 9 سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. مسيرته المهنية. في عام 1990 بعد إطلاق سراحه قام ورفيقه بإنشاء شبكة لبيع النقانق. وفقا لمقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز، قال: كان الروبل يتراكم بشكل أسرع مما يمكن لوالدته أن تحصيه. أسس شركته كونكورد للطعام، والتي حصلت على مئات الملايين من العقود الحكومية لإطعام أطفال المدارس والعاملين الحكوميين. في عام 2012 حصل على عقد لتوريد وجبات إلى الجيش الروسي بقيمة 1,200,000,000 دولار أمريكي على مدى عام واحد. ويزعم أن بعض الأرباح من هذا العقد قد استخدمت في إنشاء وتمويل وكالة بحوث الإنترنت. شكلت علاقته مع نائب عمدة سان بطرسبرغ حينها قاعدة انطلاق لصياغة علاقات وثيقة مع النخبة الروسية التي ضمنت له عقودا لإمداد المدارس والمستشفيات والجيش بالمواد التموينية. في تلك الأثناء تعزز لقبه داخل الأوساط الحاكمة كطباخ بوتين.
اتهمت مؤسسة مكافحة الفساد بريغوزين بممارسات تجارية فاسدة، وقدروا ثروته غير القانونية بأكثر من مليار روبل. زعم أليكسي نافالني محام وناشط روسي أن بريغوزين كان مرتبطا بشركة تدعى موسكوفسكي شكولنيك تلميذ موسكو، التي قدمت طعاما رديئا إلى مدارس موسكو، مما تسبب في تفشي الزحار. تأسيس فاغنر. وفي العام 2014 أسس بريغوزين شركة فاغنر، وهي أول وأكبر شركة مرتبطة بالدولة للمقاولين العسكريين الخاصين العاملين في أوكرانيا، وقد عملت على تعزيز القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، كما قدمت الدعم للانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونباس الشرقية. ونتيجة لعدم إعلانه الصريح بملكيته مجموعة فاغنر القتالية، ونتيجة للاتهامات التي طالت سيد الكرملين بإدارة تلك المجموعة، إلا أن بوتين حاول أن يبرئ الدولة الروسية من تحركات المجموعة العسكرية، معتبرا أن ما يحركها أساسا هو مصالحها، إذ اضطر للحديث عنها أمام سير الاتهامات التي وجهت للكرملين بخصوصها، معتبرا أنها مجرد شركة لديها مصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة ومختلف الموارد مثل الذهب والأحجار الكريمة. وأكد بوتين حينها أنه إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح الدولة الروسية بالتأكيد يجب أن نتصرف، دون أن يشرح أين تبتدئ وتنتهي هذه المصالح، علما أن هذه الميليشيا المسلحة تتدخل في دول ذات السيادة، ويشتبه في أنها تنفذ منذ سنوات مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة. كما فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات لدوره في مجموعة فاغنر العسكرية بأوكرانيا، ويعتبر اليوم إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصار على لسان وسائل الإعلام داخل روسيا وخارجها، ولا سيما أنه انطلق من لا شيء ليتحول لأحد كبار الأغنياء في بلاده، بل وكسب مكانة خاصة في مربع القرار، حتى أنه يصنف ضمن الشخصيات التي تشكل الدائرة الضيقة جدا للرئيس الروسي. وإذا كان اسم بريغوزين قد ارتبط في الخارج بأنه رجل الدعاية الرقمية السامة لموسكو، فقد تميز في روسيا أيضا بدهائه في تشويه سمعة الحركات المعارضة. فبحسب تصريح ليوبوف سوبول الناشط في مؤسسة أليكسي نافالني لمكافحة الفساد لصحيفة نيويورك تايمز، إنه لا يخشى أن تتسخ يداه ليصل إلى هدفه. وكان قد اتهم فاليري غراسيموف قائد القوات الروسية في أوكرانيا بالخيانة، وذلك نتيجة تأخر وصول الدعم العسكري والذخيرة لقواته، ما أدى إلى مقتل العديد من قوات فاغنر في أوكرانيا. وهي تصريحات نارية علقت عليها العديد من وسائل الإعلام العالمية لمدى قوته وسلطته، إلا أن الدفاع الروسي لم تعلق على تلك التصريحات.